ري الله يرفع عن الجميع. الحمد لله مكيفي لها اللقاح، الحمد لله الحمد لله مكيفي لها اللقاح، والله يطول اعمارهم والله يخليهم والله يرفع عن الجميع ان شاء الله. الله يرفع عننا كليتهم ونرجع ان شاء الله بلادنا ان شاء الله يبين وشوفوا بلادنا. حقيقة منذ بداية الجائحة الأردن بادرت بمبادرة لم يسبق لها يعني بسابقة من أي دولة، إنها شملت كل من على أرضها ضمن الحملة الوطنية للاستجابة لفيروس كورونا، وامتدت هذه الاستجابة اليوم إنه أصبح اللقاح أيضا مجانا ومقدم للاجئين. وهذا حقيقة يعني شال عنا عبء كبير جدا. في نهاية العام 2020 كان العجز وصل إلى 80 مليون دولار في قطاع الصحة، مما أوقف الكثير من الخدمات وأصبحنا عاجزين عن تقديم أشياء أساسية.